في بحس رابطة كونية بين السمر على مستوى العالم كله، يعني أي مكان أي أحد أسمر بيشوفه بحسه بخصه. اسمي صهيب التكروري، عمري 31 سنة، من عمان الأردن. اسمي نادين شيحة، عمري 26 سنة، أنا أردنية من أصول فلسطينية. العنصرية موجودة، موجودة ببيوتنا. نعم، بنت أخوي عمرها 5 سنين روحت من الروضة، فبتسأل بها إنه ليش أنا مش بنت بيضة، فبها سألها إيش السبب وراء هذا السؤال، فبتحكي له بأنه أقرانها من نفس العمر 5 سنين بحكوا لها أنت عدة سودة بشع، فإذا حدا ب5 سنين عنده هذا التفكير معناته العنصرية نعم 100% موجودة ببيوت. يعني أنا حالياً عمري 26 سنة، ولهلأ بتذكر يعني تقريباً كل العبارات العنصرية اللي توجهت لي من وأنا صغيرة. كنت كل ما أفوت على مدرسة يعني ياخذوا لهم فترة إنه هم يتمسخروا على لوني ويقولوا لي شوكولاتة وكذا وكذا، كنت أرد عليهم إنه يقولوا لي شوكولاتة، أقول لهم شوكولاتة أزكى من الحليب، ونتناقش وهيك بالأخير يعني يتفقوا شوكولاتة أزكى من الحليب وتمشي الأمور تمام. أنا زوجتي أردنية من جنوب الأردن بيضة، وبقدر أشوف الناس لما يشوفونا مع بعض إنه مش إشي، بديش أحكي مش إشي صح، بس مش إشي عادي إن نشوف هدول التنين مع بعض. وحتى أذكر إنه صديق مقرب جدا لإلي لما عرف بالموضوع سأل إنه كيف، طلعت معه بعفوية بس إنه كيف يعني، بعدين إنه اعتذر قال لا مش قصدي، ولكن الكيف هاي هي بتحدد إنه لسه في عنصرية موجودة بالعقول تاعتنا، بالعقل الباطني. يعني يمكن أكثر إشي بخطر عبالي من أكثر المواقف المزعجة اللي صارت معي إني مثلاً أزور ناس في بيتهم ويكون عندهم مساعدة في البيت تكون من دولة أفريقية، يصيروا يقولوا لي لا شو جاب لجاب، إنه ما تقارني حالك فيها. ليش ما أقارن حالي فيها؟ يعني شو الفرق بيني وبينها؟ يعني أنا بستغرب إنه بنوصل حوار يعني بهذا المستوى، إنه أقعد أقول للناس إنه ما فيها مشكلة إذا لون بشرتها مختلف عن لون بشرتكم. يعني لأنه بالنهاية بيرجع كل الموضوع يعني صبغة الميلانين اللي بتكون في الإنسان، مستواها بيكون عند شخص أعلى من شخص تاني، فهذا الإشي عادي بيخلي هذا الشخص لون بشرته أغمق، لون بشرته أفلح، وعادي تستمر الحياة يعني. خلاص تمام، أوكي.